السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا الآن في مجمع سفير، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 160 متر مربع، الدور العاشر، الشقة رقم 29. زي ما تلاحظين الأبواب التركية عالية الجودة والأمان. نجي هنا على يسار الصالة، مساحة الصالة كبيرة وشرحة، واجهة الصالة على البحر. زي ما تلاحظين إطلالة خيالية. نجي هنا على اليمين، مخرج للبلكونة، وهذه الإطلالة من البلكونة، إطلالة بانورامية زي ما تشوف. إطلالة على الطبيعة وعلى المدينة وعلى البحر. مساحة البلكونة كبيرة وشرحة زي ما شايفين، مساحة، والبلكونة جاية على شكل L. في مخرج ثاني من هنا للبلكونة، ومخرج من المطبخ أيضا. التدفئة المركزية موجودة في الشقة زي ما انتم ملاحظين، الديكورات السقفية. نجي هنا الحمام العربي الأول. نجي على المطبخ، دواليب المطبخ راكبة زي ما انتم شايفين. مساحة المطبخ جميل، دواليب المطبخ راكبة، وفي مخرج زي ما قلت لكم للبلكونة من المطبخ. نكمل تصوير الشقة. نجي هنا الغرفة الأولى، هذه مساحة جميلة، مساحة الغرفة الأولى، وفي مخرج للبلكونة من الغرفة الأولى. نجي هنا الغرفة الثانية، هذه مساحتها. مقابل الغرفة الأولى والغرفة الثانية حمام رئيسي، والباري على نظام جاكوزي. هذا كلوزت. نجي هنا على الماستر، غرفة النوم الرئيسية، إطلالتها على الطبيعة زي ما شايفين، إطلالة خيالية. وفي دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية مع مروش وكلوزت. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.